في حديقة الاستمتاع يجتمع الإمبراطور وحاشيته بحضور فاوست وميفيستو، وهما بثياب لائقة بالمناسبات الرسمية. ويغمر ميفيستوفلس الإمبراطور بالكلمات المعسولة والتملق والألقاب الفخمة. وكان قد أنجز مشروعه العجيب، وهو طباعة أوراق مالية عليها توقيع الإمبراطور دون أن يكون قد استخرج الذهب المدفون الذي وعد به. وهنا نلاحظ أن هذا المشهد يوضح نظرة جوتا الثاقبة للمستقبل، إذ أنه قد كتب المشهد حوالي سنة 1830 بينما لم تتحرر العملات الورقية من الغطاء الذهبي ويتم تحرير سعر الصرف إلا في سنة 1970، أي بعد حوالي 140 سنة من كتابة المشهد. ويرى بعض النقاد أن المشهد ربما يرمز إلى انحلال الملكية الإقطاعية إلى دولة النقود، وتحول ما هو عيني حقيقي قائم على الأرض والإنتاج إلى ما هو افتراضي قائم على أشياء متغيرة القيمة بشكل مستمر وقد تستحيل إلى لا شيء. وأياً كان الأمر، فلنعد إلى المشهد لنرى ردود أفعال الحاشية على طباعة العملات الورقية الجديدة. يدخل رئيس شؤون القصر مسروراً وهو يقول: يا صاحب السعادة، يا صاحب السعادة، لم أحلم طوال حياتي أن أعلن هذا النبأ السعيد. لقد دفعنا كل ما علينا من ديون، ونجوت أنا من جحيم المرابين، ولو كنت في الجنة لما كنت أسعد حالاً مما أنا عليه الآن. ويقول رئيس الجيش: ونحن قد دفعنا مرتبات الجند، ودخل الجيش كله في الطاعة من جديد. ويدهش الإمبراطور مما حدث، فيقول المستشار: إن هذه الورقة هي التي حولت مصائرنا من الشقاء إلى الهناء. ثم يقرأ: إلى من يهمه الأمر، هذه الورقة قيمتها 1000 كرونة، وهي مضمونة تماماً، مضمونة بما لا يحصى من الأموال المخزونة في بلاط الإمبراطور، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة ليكون الكنز المدفون متى ما استخرج بديلاً عن هذه الورقة. فيصيح الإمبراطور: إن في هذا جريمة وتزويراً هائلاً، من الذي زور توقيع الإمبراطور على هذه الورقة؟ فيجيبه رئيس الخزانة: تذكر يا مولاي، أنت الذي وقعت عليها بنفسك في الليلة الماضية حين كنت واقفاً بصفة بان العظيم، جاء إليك المستشار وقال لك: بمناسبة السرور العظيم الذي يشعر به مولاي في هذا الاحتفال، امنح لشعبك السرور أيضاً، وأمن له النجاة بواسطة بضع جرات من قلمك. فخططتها يا مولاي، ونحن جميعاً حاضرون شاهدون. وفي نفس الليلة قام آلاف الفنانين بنسخ الورقة، وانتسخوا منها آلاف النسخ بسرعة. أنت لا تتصور كم أفاد الشعب من هذا. انظر إلى مدينتك كيف صار كل شيء فيها يحيا ويستمتع بالهناء، ولولا ذلك لكانت بقيت غارقة في الموت. فيتساءل الإمبراطور في حيرة: وهل الشعب يعتبرها ذهبا صحيحا؟ هل تكفي لدفع رواتب الجيش والبلاط؟ يبدو أن علي أن أقر بهذه النقود، الأمر يبدو لي غريبا، لكن علي أن أدعه يسير. ويصف ناظر الخزانة ما حدث بعد ذلك: الصيارفة فتحوا مصارفهم، ودفعت الأوراق للجزار والخباز وصاحب الخمارة، وراح الناس ينفقون عن سعة في الشرب والملبس. ثم يأخذ ميفيستوفلس في وصف مزايا الأوراق المالية: إنها سهلة الحمل، فالقسيس يضعها بورع وتقوى في كتاب الصلوات، والجندي يضعها خفيفة في حزامه. ثم إنها تسهل على المرء معرفة ما يملك، فلا داعي لتقيدات المقايدة. ويشير فاوست إلى أن هذه الأوراق يجب أن يكون لها غطاء ذهبي حقيقي، فيذكر الإمبراطور بالبحث عن الكنوز المدفونة في باطن الأرض، ويقول بأن أوسع خيال لا يمكنه أن يتصور مدى عظم هذه الكنوز المدفونة. فيقول الإمبراطور: إن إمبراطوريتنا تدين لكما بالرفاهية المالية، ولتكن المكافأة على قدر الخدمة. لقد وكلت إليكما أمر ما في باطن الأرض، فأنتما أجدر من يحرس الكنوز، وإذا حدث تنقيب فليكن بمعرفتكما. ثم يدعو القائمين على الخزانة والأموال أن يتعاونوا معا لصالح الإمبراطورية. فيقول رئيس الخزانة:
لا ينبغي أن يقوم بيننا أي نزاع مهما يكن، وإني لا يطيب لي أن يكون الساحر زميلاً لي. ثم يخرج مع فاوست. بعد ذلك يقول الإمبراطور أنه سيهدي كل من في القصر هدية، لكن ليذكر كل واحد ماذا سيعمل بهديته. فيقول وصيف القصر: سأعيش في مرح وصفاء وأستمتع بأطيب الأشياء. ويقول وصيف آخر: سأشتري لحبيبتي سلسلة وخاتما. ويقول آخر: سأشرب الضعف من أجود الخمور. وهكذا تتعدد إجاباتهم حسب طبائعهم وعاداتهم، مما يدفع الإمبراطور أن يقول في النهاية: كنت آمل أن تتولد فيكم الرغبة للقيام بأعمال جديدة، ولكني أرى أنه على الرغم من هذا الفيض من الكنوز فقد بقيتم مثلما كنتم من قبل. وهنا يدخل المجنون الذي كان قد وقع على السلم في بداية المشهد الأول، ويطالب المجنون بهدية كالآخرين، فيعطيه الإمبراطور ورقة ب5000 كورونا، لكن المجنون يبدي تشككه في الأوراق المالية الجديدة، ويتساءل إذا كانت هذه الأوراق السحرية تساوي حقاً ذهباً أو فضة. فيقول ميفيستو: ما عليك إلا أن تعرضها وستحصل على كل ما تطلب. فيقول المجنون: وهل تشتري قصراً ومكاناً للصيد وحوضاً للسمك؟ فيرد ميفيستو: بالتأكيد، وأتمنى أن أراك سيداً نبيلاً. فيقول المجنون: إذن فسأشتري لنفسي بيتاً في أرض مملوكة لي. وهكذا يخرج المجنون الذي كان المتشكك الوحيد أو العاقل الوحيد بين كوكبة الإمبراطور وحاشيته. ويعلق ميفيستو: من ذا الذي يشك بعد في ذكاء هذا المجنون؟